أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل عن مساكين الصفة الذين كانوا يمكثون في المسجد، لماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل لطلب الرزق؟ هم جاءوا لطلب العلم، جاءوا لطلب العلم، فهم تفرغوا لطلب العلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذوا مقدارا من العلم أمرهم بأن يرجعوا إلى أهلهم، فهم جاءوا لطلب العلم ويتفرغون لطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم ما تيسر، وإذا جاءت صدقات من الناس فهم في عمل جليل وهو طلب العلم، وليس هذا مستديما، إنما بقدر ما يتمكن من قدر من العلم يكفيه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يرجع إلى أهله ويعلمهم ما تعلمه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أصحاب الصف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل إذا كان هناك أو يكون إنسان عاجز عن العمل وليس له أهل، إنسان عاجز عن العمل وليس له أهل يكون في الصفة، يعني في المكان الذي معد لأمثال هؤلاء يسكنون فيه ويؤتى لهم بما تيسر من الطعام، وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن إتاحة الفرصة لأهل الخير أن يتصدقوا نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول هذا أشبه ما يكون بالأربطة اللي هذا أشبه ما يكون بالأربطة التي تكون لطلبة العلم يسكنون فيها ويعطون ما تيسر من النفقات لطلب العلم. نعم.